قربت الفحوصات وقرب ستريس وبطلنا نعرف كيف بدنا ندرس ومن وين بدنا نبلش، خصوصا للطلاب يلي عندهم تقديم عندهم فحص رسمي بالدولة. اليوم ومثل كل أسبوع من هلأ لآخر السنة بفاميلي رح نخصص حلقة أو اثنين كرمال الدراسة، كرمال طريقة الدرس، طريقة المراجعة وحتى المواضيع البسيكولوجية يلي بتطبع هالستريس كله يلي منعيشه يوميا. اليوم معي السيدة كاتيا حزوري عويني، أهلا وسهلا فيك. حضرتك اختصاصية بالصعوبات التعلمية. موضوعنا اليوم هو study skills أو مهارات الدراسة. كيف الولد لازم يدرس، وبفتكر هيدا هو بيت القصيد يعني إذا عارف الولد كيف بده يدرس، كيف بده ينظم درسه، كيف بده ينظم وقته، كمان بتنحل ثلاث أرباع المشكلة. مزبوط. بالحقيقة هيدي مهارة بيكتسبها الولد من الصغر وبحياته ببيته لحتى تصير من صميم شخصيته، لحتى تصير بعدين تنعكس على حياته المهنية. نحن دايما بنشوف ناس بتجي آخر دقيقة على الموعد مش مخلصة غراضة، ناس بتجي محضرة، والفرق بيناتهم حدا بيقدر يعمل تنظيم وتخطيط وبلانينج وحدا ما بيقدر يعمل بلانينج. وهيدي أساسا بتبلش من الصغر بتعليم الأولاد أنه يكون عندهم عادات للدرس سليمة وجيدة. كيف بدها تخلق هالعادات؟ يعني يمكن مثل ما كنا عم نحكي من شوي أنا وياك أنه منفتكر أنه الولد بيخلق مع هالعادات أو مع هالمهارات، ولكن لا، هيدي المهارات بدها تكتسب. مزبوط. في مشكلة كبيرة بالفكر العام عند المدرسين والمدرسات أنه هن بيعتقدوا أنه هيدا تحصيل حاصل، يعني الولد صار يقدر يعرف هو كيف يدرس. مش كل الأولاد بيقدروا يدرسوا بغض النظر عن ذكائهم، بغض النظر عن فهمهم للمادة أو لا. ما كل التلاميذ فعلا بتقدر أنه هي تحط بلان وتقعد تدرس بأي مادة بدي بلش بالأصعب ولا بالأهين، كيف بدي خطط للوقت، كيف بدي نظم للوقت. إذا أنا بدي أعطي هالمادة لنقول 10 دقائق أو هالأوبجكتيف، يعني أوبجكتيف معين 10 دقائق وما قدرت خلصته، وين المشكلة؟ بده يكون عند التلميذ شوية تساؤل، يعني أنا ليش ما قدرت خلصته بهالوقت؟ وهيدا بيعطيه وعي أكتر حتى يقدر يعمل بادجتينج للتايم. يوما ما بيقدر يحدد الوقت لما يكون عنده كمية كبيرة من الدرس وعنده امتحانات كتير كبيرة، بيكون قادر فعلا يحدد الوقت المناسب للمادة المناسبة حسب هو معرفته بالمادة وحسب سهولة أو صعوبة هالمواد اللي عم بيدرسها. الوقت يمكن هون صبنا أو دقرنا الجرح مثل ما بيقولوا. قبل ما نفوت بهالموضوع بدي أذكر المشاهدين أنه عم نستقبل اتصالاتكم مباشرة على الهواء على رقم الام تي في 0444444 لأي سؤال له علاقة بالدراسة للامتحانات أو بالمهارات الدراسة، أي كيف الولد بده يتعلم أنه هو يدرس لحاله. لسيدة كاتي حزوري عويني اختصاصية بالصعوبات التعليمية. لكن الوقت هو المشكلة الأولى والأخيرة دايما، ما والتنظيم. في وقت والتنظيم، بس في درس كتير هلأ هون كمان نحن بدنا، ما فينا بصراحة ما نحكي شوي عن المناهج اللي موجودة عندنا وخصوصا هلأ بالبروفي أو بالترمينال. نحن مناهجنا، وأنا كأخصائية تربوية بحكي من هالمنطلق، نحن عم نحكي عن الطلاب اللي عندهم صعوبة، اللي ما عندهم صعوبة نيالهم وماشي حالهم ومش عاوزيننا. هاللي عنده صعوبة أنا بلاقي قسم من المشكل هي المنهج نفسه. يعني نحن المنهج بيعتمد على اللي عنده ذاكرة قوية واللي عنده مقدرة لغوية بيقدر يكتب بيقدر يعبر. أما اللي ما عنده هالمهارتين هيدولي حتى لو كان عنده تحليل سليم أو مستوى ذكاء طبيعي بده يلاقي صعوبة. فالمشكلة بالأساس من المنهج. لا، طالما نحن ما فينا نغير المنهج، خلينا نجرب نحل قد ما فينا من المشاكل. ففي مهارات مفروض يبلش فيها هالتلميذ. أول شيء بده يعمل قبل ما نحكي عن الحلول كاتيا، في عنا اتصال نحن منبلش. ألو، بونجور. أهلين، مين معي؟ معك مدام خلاط. تفضلي. بدي أسألها بليز للمدام. أنا تيتا وبنتي عمرها 7 سنين
وما بتقبل تدرس، بتجي على البيت بدها تدرس بتقول لها انكور 5 مينوت، ما عم تعرف شو هن ال 5 مينوت، بترجع امها تعيط لها بتقول لها انكور 5 مينوت، عم تهلكها لامها تتقعد تدرس. شو الحل اللي بده ينعمل؟ معا رح نجرب نجاوبك يا تيتا، يعطيك الف عافيه. الحلو انه كمان هي عم بتتابع كمان، شيء كثير حلو، شيء كثير حلو. هلا اول شيء بالنسبه للوقت سهل كثير، يعني انا فيني احط لها ساعه والا بس يصير عقرب الساعه على هالرقم بدك تبلشي تدرسي، بس انا بشوف الموضوع ابعد من انه هي بدها تدرس او لا. يعني حضرتك تيتا وبتعرفي لما الولد بيخلق عنده حشريه يعرف الاشياء الجديده، يبقى بده مثلا بتعطيه قلم بده يكتب بده يخرطش، مش بيهرب من الألم، بشوف ورقة على الحيط بيخرطش، فهيدا شيء بينمي له هالحشرية هاي لحتى يقدر يكتسب أكثر ويتعلم أكثر. طب ليش وصلنا لهون إنه نحن ما بدنا ندرس؟ بعتقد إنه في صعوبة معينة مخبية بشي مطرح والولد بيهرب من الفشل. يعني هو لما بيجي بحس هالشيء مثل الجبل بالنسبة له، ما قادر إنه ينزه، بصير يجرب يهرب من الموضوع واللي اسمه التأجيل واللي اسمه بعدين بده يصير في شيء مشكلة اسمها بروكراستينيشن، انه انا هلا بدرس بعد شوي قبل الامتحان بدرس. شو فيها تعمل لها هيك سريعا؟ هلا انا برايي بوضع هي بعده عمرها 7 سنين وما لازم يكون عندها هالاتيتيود هيدا بالنسبه للدرس، انا بدي اشوف وين المشاكل اللي عندها. يعني ممكن انا الا يعني شو اللي يعني شو اللي مضايقك اذا انا قريت لك الدرس؟ طب انا بقري لك الدرس، انت بس جاوبيني على الاسئله، خليني اشوف كيف بتتفاعل معي. اذا جاوبت معي يعني هي مشكلتها مش حابه تقرا وتكتب. اذا بقول لها انا بتكتبي انت بس سؤال واحد وانا بساعدك بالباقيين، اذا قبلت تعمل هالشيء يعني عندها مشكله عم تتعب بايديها. يعني بدنا نحدد المشكله وينها. هلا هي بعدها صغيره واكيد في نوع معين من صعوبات مخفية ما عم نقدر نحددها، فبرأيي بلشي معها بهالطريقة، وإذا حسيتي أنه الأمور بعدها عم تتفاقم أكثر بتحتاجي أنك تشوفي أخصائي أكثر ليحدد نقاط الضعف ونقاط القوة عندها. وطبعا ممكن يتصل فيك تحت الهواء بياخذوا الرقم أكيد من الأمتي. رح ناخذ اتصال ثاني. ألو بونجور. بونجور، أهلين. بونجور رانيا. أهلين تفضلي. بونجور مدام. أهلا وسهلا. بدي اسال المدام هيك سؤال شوي غريب. هلا قربنا للامتحانات الرسميه، هيك بسمع يعني بعض الستات بيقولوا انه اولاد اوقات كثير بيكونوا شاطرين اول بالمدرسه، بس يسالوا للامتحان بينرعبوا وما بعرف شو بيصير. هلا بسمع من بعض الستات انه ممكن هالشيء صحي هيدا، انه يعطون حبه كلمات كثير خفيفه لسوار يعني افون دو دورمير وبيان لو ماتان افون ليزامان. شو رايك؟ اللي فهمته ما فهمت هون عم تحكي عن الستريس يلي بيجي من الفحوصات. مين معي؟ يعني انه ياخذوا هيك حبه كلمه من النوع الخفيف كثير. مين معي؟ ايه مين معي؟ ما تعرفنا على اسمك. ايه انا نوال. نوال، انا بس بدي اقول لك نوال انه الاسبوع المقبل عندنا حلقه عن كيف نعالج الستريس قبل الفحوصات، إن كان للطلاب أو إن كان للأهل، لأن السيدة عميني يمكن ما فيك تجاوبي على هالموضوع. عم نحكي يعني هون عن كلمة exactly. بعدين أنا بقول إنه لو نحن عطيناه لهالولد شيء يريحه بالامتحانات، بس هو لو فعلا مهيئ للامتحان 90% من الأوقات ما بيحتاج الوسائل الطبية. بيبقى في قسم عنده ستريس أكيد بده أخصائي بهالمجال. نهار الأربعاء بعشرين أيار رح بيكون في حلقة عن كيف نقدر نتخلص من هالسترس قبل الفحوصات من دون أي أدوية بطريقة كتير طبيعية ومريحة. أكيد منفضل أنه نبعد قد ما فينا عن الدواء. عن الدواء رح ناخد بعض اتصال لو عم نقطش. ألو ألو بوجور. موجور. عندي سبع. ألو تفضلي عم نسمعك. عندي سبع عمره 7 سنين. نعم. بجران سيكسيون. نعم. بيكتب الأحرف وكل شيء بس ما بيعرف يقرأ كلمة. أها نعم. بالعربي بالفرنسي وبالعربي كمان عنده مشاكل بربط الأحرف. طيب هلأ
في عندك أسباب كثيرة. في عندك أسباب كثيرة. في سبب هو يمكن كان في جاب، في فجوة بالمدرسة معينة. كاتيا رح نضطر نقطش الحلقة ونطلع لايف. بدي أذكر المشاهدين أنه بعشرة حزيران وهو نهار أربعة حلقة عن كيف نعالج ستريس قبل الفحوصات بطريقة كثير طبيعية. رح ناخد وقفة ونرجع لـ MTV Live.